وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعاً هنبتدي من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس. وشارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لحد غمرة. إنما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية. الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. كمان في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كمان كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن، ومنه المحور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا برضو بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. كمان في كثافات مرورية على كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين أو العكس، وده بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكوبري دلوقتي. هنروح لمحافظة اسكندرية في سيولة مرورية عند كوبري ستانلي، لكن في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. وشارع جمال عبد الناصر كمان في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد حواليه الطريق كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصنا جولتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وهو ده اللي هيزود الإحساس بدرجة حرارة أعلى شوية في الطقس. كمان في نشاط للرياح في بعض المناطق. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 36 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.